أنا دولة أوروبية. فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، برازيل، أمريكا اللاتينية. برافو السقة والنقطة عندك. برافو برافو أحمد، نقطة للسقة. تصرف على البصر. حلو حلو حلو. أيوة أيوة. أنا كنت مربى حمادة قاعد كتف إيديه طبعا. أنا رقم أتقسم على ثلاثة، 699، 222. السقة ما يتقسمش على ثلاثة لأن رقم زوج. أحمد غلط، 222 بتنقسم على ثلاثة وبهالطريقة حمادة بياخد النقطة وبقيتوا متعادلين، نقطة للسقة ونقطة لحمادة هلال. وحنكمل، تفضل. يلا بينا. أنا نادي كرة قدم مصري فائز بلقب الدوري المصري. الزمالك، الترسانة، غزل المحلة. السؤال الإجابة عندك. غزل المحلة ما كسبش الدوري. غزل المحلة ما كسبش الدولي والدوري. بلا طلع كسب. كسب. أيوة. خلاص يبقى كسب. أسوان كانت الإجابة الخاطئة. طيب تمام. النقطة بتروح من عند السؤال لغير حبادك. ده سايبك أنت على غير حبادك. عدل جات لوحده. سايبنا نغرق. سايبنا نغرق وأنت بتكسب. أقول لك العالي. سايبنا نغرق وأنت بتكسب. أقول لك العالي، أنا مستنيك تدوس وأدوس وراك. اتفضلوا. يلا. أنا عمل أدبي للروائي نجيب محفوظ. المرايا، الشحاذ، عبث الأقدار، ملحمة الحرافيش، العائش في الحقيقة. سقة. لا أنت ما شاء الله. مبروك حمادة. مبروك حمادة. أخذت ثلاث نقط من أحمد السقة. إيه ده؟ قل له شكرا للسقة بليز. هيغني لنا النادي ويرفع إيده حلاقي. مبروك عليك ثلاث نقط. حبيبة حمادة. مقابل نقطة للسقة وحنكمل لعب، تفضلوا. يلا. أنا لاعب كرة قدم حائز على جائزة الكرة الذهبية. كريستيانو رونالدو. طبعا. ستويشكوف. أنا من الاسم ده أول مرة عدت. هو الاسم عليك. شكله غريب. شكله غريب، معرفش بقى. يعني أنا متهيألي إنه غلط. هيدا لويس فيجو، ميشيل بلاتيني، روبرتو كارلوس هو ال ماشي. يلا. أحمد ستويشكوف حائز على البالون الذهبي. مبروك. مبروك يا حبايبي. مبروك. أنت واقف سايبنا نتورط. انت واقف سايبنا انا اتفرج وانت ساكت. انت جاوب ياخدوا على السهل. انت جاوب ياخدوا على السهل. ده يدوس وده يكسب. السقا يدوس وحماده هلال. انت سايبنا انا ادوس وانت تكسب. انا ادوس وانت تكسب. هلا صار عنا نقطه للسقا وحماده هلال، كان نقطتين وبعد فوزه الشرس